كان في ناس كتير طلبت اغنيه اثبت مكانك كوردز بتاعتها، فانا اوريها لكم دلوقتي. او اول كورد اي ماينر عادي جدا، تاني كورد اي ماينر، تالت كورد بي 11 اي ماينر. اثبت مكانك غنى عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك، اثبت مكانك. دي الطريقه. الحاجه التانية بقى نتعلمها اللي هي البيكينج. في الطريقه التانية اللي هي سترومينج، يعني دي بقى ازاي اثبت مكانك غنى عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. في بقى نتعلم الكورس. اوكي، كلامك ما بيتفهمش، احساسك ما بيتوصفش. هو بقى السي ميجر واي ماينر، وبعد كده انت بتقول كرامه بي 11، هما يردوا بمهانه اي ماينر. انت بتقول العدل يقولوا عنك